مرضاني. أنا قلبي قامتني من قصة بنات الأداء. أنتي مو نازلين بنات أدانيكي؟ نادي احكي لي. أنا مرضاني. خير بشو؟ يمكن معي السم. يا لطيف يا لطيف الطف يا رب. بكرة بتأكد، بكرة رح شوف التحليل. عرفتي ليش عم بعيد عنكم؟ وشو هالشي؟ ليش انا شو عملت لها؟ قلت لها تعي لبوسك من جبيني، شو عملت لها لنادية خانم حتى صارت بتشوف حالها علينا؟ يو يا ملاسي الظن فيها للمخلوقة، من لما عرفناها لهلا ما شافت حالها علينا. لكن ليش تحججت انه بنات أدنيها نازلين؟ والله ما بعرف شو بدي لك، هي غريبة خلصت بس خلص خلص شريفة، لا تقلي لي شيء، أنا بيت أبو عصام كله ما عدوسه. يو يا مو ما بيجوز هالحكي. خلصنا بقى شريفة، شو بيجوز وما بيجوز؟ ليكون بدك تعلميني شو بدي أعمل يا مو؟ يا مو ظافر انت شو جاية تعمل بالبيت؟ ما فهمت عليك يا مو، ليه هيك عم تحاكيني؟ لكن شلون بدك يعني حاكيه؟ انسرقت البايكة وانت فيها وكبيرها. يا مو انا ما كنت بالبايكة. بعرف انك ما كنت بالبايكة. ايه ما فهمت منك شو بتقصدي بحكيك؟ اللي بقصده انه بايكة ابو ظافر ما بيتعلم عليها، ان كنت فيها ولا مانك فيها. بدك تديرها مظبوط ولا بدك ينحكى علينا؟ أمر الله وصار يا مو، والحمد لله انقضت بخروف صغير. شو يعني؟ بدك يانا نستنى لحتى تنقضى بكل الخواريف؟ شو أعمل يا مو؟ شو لي علي؟ شو أعمل؟ رح أقول لك شو تعمل. بتجيب زلم يحرسوها، مو بتخلي زلمة واحد ينام فيها. بتعملها كأنها كراكون، وفي حراس عم يدوروا حواليها دوارة. آه، فهمت عليك يا مو، فهمت. وبعدين أنت لهلأ شو عملت؟ بكرة أبوك جاي، ولسه ما زينت الحارة. شفت الشباب يا مو، ومن كلمة لكلمة قال العقيد ما رح يزينها مشان الهوى. ايه لا سيدي، بدنا نزينها، وانت بدك تزينها بايدك، وبدك تذبح الخواريف تحت اجرين ابوك، ما بدك تفتح مخك بقى. ايه امرك يا مو امرك. يا مو بدي احكي معك بشغلة تانية. بشو بدك تحاكيني؟ مشان اخي قاعود، يعني الله ستر ولطف ما اكل له شي شبرية او انطق شي فشكة، شو كنا رح نعمل يا مو؟ شو كنا رح نعمل؟ شو قصدك؟ أنا بشوف يا مو إنه خليه يجي يقعد معنا بالبيت. شو أمرت؟ إيه يا مو يعني الله ستر ولطف فيه. خلصنا، الله ستر ولطف، قلت لك جيب رجال يحرسوا البايكة. المهم هلا تزين لي الحارة، بدي الكل يحكوا بزينة رجعة أبو ظافر. أمرك يا مو أمرك. ما التحليل لسه ما طلع، ليش خايفك للقلب؟ بكره بيرجع أبو عصام بالسلامة وبيعمل لك دواء وبتطيبي بإذن الله. اسمعيني منيح، بدي اقول لك كلمتين. انا ما لازم ضل هون، انا لازم ارجع على بيتي، لازم اكون لحالي. انا بخاف اعديكم، خايف عليكم كثير. هذا الكلام ما بدي اسمعه منك مره ثانيه ابدا. مو مرت ابو عصام اللي بتطلع وبتسكن لحاله، بعدين انت صرتي منا وفينا، واللي بيصير عليكي بيصير علينا، ورح تضلي هون. انا ما بدي الناس تعرف اني مريضه بالسل، ما بدي اياهم يخافوا مني. أول شيء أنت ما معك سن، وتاني شيء ما حدا حيدرى، وبدك تضلي قاعدة هون قدام عيوني، فهمتي؟ سامح الدنيا وآخرة، بس على شو؟ ما كنت بعرف إنه هالأكلة بتعذب كل هالقد. ولا يهمك حبيبتي، نحن متعودين.
قولي انا بالصيف ما بطيق على هالاكله، بيغيب على قلبي منها. اشي ما بتتاكل بالصيف؟ لا ايو بالصيف ما بتتاكل، لما باكلها ما بقدر نام المره، كثير ثقيله. لكن ليش عم تعملوها؟ لانه الرجال بيحبوها، وخصوصي ابو عصام. طب خلوني اعاونكم. لا حبيبتي لا توسخي ايدك، خلصنا. انا رح افتح. مين؟ فوزية. فوزية انتبه. اهلا وسهلا. مرحبا ناديه خانو. اهلين. جوا سعاد خانو؟ ايه جوا، تفضلي. يزيد فضلك ناديه خانو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. قولي على قصتكم الهي، عم تسووا اشياء وما قلتوا لي اجي ساعدكم؟ ما صار شيء، يلا تاخذي عني. بدي اياكي كلمتين على جرب الانسان. اي على راسي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. أمانة الله لازمك شي فوزية، احكي. لا لا سعاد خانم مو لازمني شي، يعني شو بدي اقول لك؟ احكي. يعني انا عم هيك جاي على بالي اني ساعد ابو بدر، يا على قامتي قلل شغله شوي، قلت لحالي بساعدك بشي طبخه بشي نفخه، اذا بدك تقطبي مخدات تقطبي لحف، خليني ببالك الله يخليكي. اي ليش لا؟ خلاص من اليوم ورايح اي شي بدي ساوي رح ابعت وراكي خبر. هلا روحي ساعدي البنات بالاشياء، انا رح اخطف حالي نص ساعه زمان وراجعه. لك روحي ان شاء الله بتقبري قلبي، يا ست الستات يا جباره الخواطر. بعيد الشر عن قلبي. يلا الله يشبر بخاطرك الهي. هو هيك حكى على اخوك؟ لا يو مو هيك حكى. لك مو انت قلتي انه صاير عقيد وما بينحكى معه؟ قلت هيك بس شلون بدي اقول لك اياها؟ لك لا تكذبي. وليه؟ والله شلشتيني. مو انت وقت اجيتي قلتي انه جوزك حاكي على اخوك انه صاير عقيد وخلقه براس مناخيره؟ مو انت قلتي هيك؟ ايه حكى هيك، بس امانه يا عمو لا تقولي لاخي بشير، ما بدي الرجال تعلق من تحت راسي بالحاره. ايه لا لا تاكلي هم، ما رح تعلق رجال من تحت راسك، بس عصام وحياه عينه دباره عندي. لا يا عمو شو دباره عندك؟ انا اجيت حتى اعرف شو صار وزلقت بالكلام يعني؟ والله عصام بيطلقني الله يوفقك. هيك لكان يا عصام الشرشوح، عم تحكي على بشير ابني. لك جميلة شو عم تعملي هون؟ عم بسأل زريها مرت عمي. ولك عم تتنصتي علينا يا مقوصة. أنا بدي اتنصت عليكي؟ الله يسامحك، رح أعمل لك كاسة شاي. مرضية، اعملي. مالي سواك، مالي 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 مالي، أرجو رضاك يا عالم يا حالي، اغفر إلى الكون ذنوبي وأنيل لآمالي يا ربي وأنيل لآمالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوز شي عادي؟ اهلا بزوار قبر النبي. شلون عقيد حلوه؟ لا تقول لي انو حلوه كثير نفجه. لك ظافر انا ما قلت ما تزين الحاره. ليش عقيد؟ حارات الثانيه بشو احسن منها؟ شفت العماره والدرويشيه شلون زينين حارته؟ اي والله شيء بيفرفح القلب. ونحن شو بدنا فيه؟ شي شلون شو بدنا فيه؟ حلوه يحكوا علينا يعني؟ شو بنا عقيد؟ ابو العز شو بنا؟ ليك الخضار ما احلى، والله شي بسبح الخالق. يلا يا شباب يلا سموا بالله. يلا هلين بالعقيد، ان شاء الله عجبتك الحاره عقيد. ماشي الحال. راح اعمل لك صحن فول على كيف كيف. مالي نفس والله مالي نفس. يلا يا شباب تعال اخي تعال تعال. شو يا اخي؟ قوم هلا قوم مني، شو صار معها؟ والله خسرت، خسرت لك عصام، رزق الياتو انكب. لك شلون انكب لك عقيد؟ آه لخاطر آخ، مي خدقت على البستان روحت لي كل الرزق، بس الحمد لله الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. معليش عقيد، والله بيعوضك. الله بيعوض، كل شيء من رب العالمين يا محلا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس أنا الحق علي، ما سمعت كلام لا أخي ولا أبي. الواحد ما بتعلم غير من كيس الخاطر. بسيطة أخي، الله بيحلها، وأنت شو بدك؟ أنا رقبتي سدادي، أنا بأمرك. تسلم لي روحك لك عصام. تسلم لي روحها، والله انت ما بتقصد. يلا انا واصل على البيت وراجع عشان نطلع على محطة الحجاز. بيطولوا هدول ليستو؟ ايه دادا هي الاكله بدها وقت. مو بس وقت،
كثير طلعت متعذبه. شو بدنا نساوي؟ الرجال بحبوها كثير، بس انا مني وعلي ما بساويها بالمره. لا يا فوزيه، حتى اذا ابو بدر طلبها؟ اه ايه، وحتى اذا طلبها دخيلك بضل بقول له ايه، بضل اقول له ايه لحتى ينسى. هدول اكيد نسوان عصام. لك ليش ما رحت محلك مرزوق؟ بدي اترزق شوي، عتنك صلي يومين وفاتح الدكانه مثل عالم الخلق. ليش بقى ليه؟ كنت عم بشتغل مع العقيد معتز. شو كان يشتغل العقيد معتز؟ كان يشتغل بضمان بساتين وخصير، الله يعوض له خسارته بجاه كل مين له جاه عند الله. امين يا رب امينك علي الحلال لك مرزوق، احلى شغله ضمان بساتين، بس بدنا معلمية. ايه بدنا معلمية. ايه والله. لنا كثير مجال تفرقنا من هون، بدنا نعرف نترزق. اترزق مين ماسكك لك اخي؟ مين ماسكك؟ الله يرزقك. لا السلام عليكم. الله معك. يا البقى روحي من هون، يا البقى يا البقى روحي من هون، يا البقى يا البقى جايتك هالدقة، اصلي الساعة رح بوس ايدك روحي من هون، يخرب بس ركبتي راسك يا لطيف، راسك كبير سبحان الداي. لوين إذا الله يسر؟ وميو حضرتك بلا زبرة؟ محسوبك صاحب الخرابي. شي؟ أول مرة بحياتي بسمع أن الخرابي إلا صاحب. وصحك سمعت؟ أبضاي محسوبك معتر على باب الله، بدي ارتاح لي شوي بكمل طريق، لا يناوي على الشر ولا يفكر فيه. أيوة إش كان هيك فرقي؟ تهلين برجال درمل قدامي لجوا. بدك خيرك. أهلي. شو نادية؟ كيف صرتي؟ إن شاء الله أحسن؟ حاسة حالي مثل ما أنا. وين كنتي؟ كنت عند أم بشير ومحاتي. أم بشير؟ إيه؟ مو هي حكت عليكي؟ أنت رحتي لعندها؟ معلش، اليوم رجعت الكبارية من العمرة، الله يطعمنا يا حق، وبدي صفي قلوبنا، وما بدي شي يعكر علي جاية أبو عصام. تعرفيني أحياناً بغار منك؟ ليش يا بعدي؟ ما انت اصغر واحلى. مو قصه مين اصغر ومين احلى، بس لانك بتعرفي تعطفي وتسامحي وتحني، وهي قوه. انت قويه سعاد خانو. قومي 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 ناكل، بس مو القشه، القشه ليجي ابو عصامها. مثل ما بدك.